السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل ال risk management. احنا اخدنا ال plan واخدنا ال identify لل risk. النهاردة التالت process عندي ال perform quantify risk analysis. يعني ايه؟ بشوف ال quality بتاعت ال risk بتاعته عاملة ازاي. prioritize risk for further analysis or action by assessing and combining the probability of occurrence and the impact. ان انا بشوف بحدد الاولويات الكواليتي بتاعتهم وببدا اعمل اناليسز ليه وبشوف ايه احتماليه حدوث هذا الريسك وايه الامباكت عليا. The probability of each risk occurring using a standard scale such low, moderate, high, 1 to 10. يعني انا دلوقتي ببدا احط كل ريسك وببدا احط احتمالياته. مثلا ساي ان انا بحطها من 1 to 10، كل واحد ايه الاحتماليه اللي هي بتحصل. The impact positive or negative consequences for each risk occurring using a standard scale such as low, moderate, high. انا بشوف برضو زي ما حددت الاحتمالية بشوف الامباكت بتاع الريسك دوت من على مقياس من 1 to 10. Organizations can improve the project performance by focusing on high priority risk. ليه بعمل الكلام دوت؟ عشان بقول ببدأ افوكس على الريسك اللي priority بتاعته عالية. A rapid and cost-effective means of establishing a priority of the plan risk response and lay the foundation for perform quantify risk analysis. أنا دلوقتي بحاول على قد ما أقدر إن أنا على حسب البريوريتي بتاعة الريسك أبدأ أعمل بلان، وده بيساعدني إن أنا mitigate أو avoid الريسك بتاعي. Determine whether the risk is acted upon or undergoes further quantified analysis. ساعات وانا بعمل البريوريتي دي بشوف هل الستابس دي كافيه بس ان انا عملت يعني الكواليتي بتاعته وحطيت الامباكت والبروبابيلتي بتاعت الريسك وحطيته كبريوريتي، ولا محتاجه ان انا اشوف الكوانتيتي واعمل ستابس ثانيه البروسيس اللي بعد دي اللي هي الكوانتيفاي ريسك اناليسيس، ساعات بحتاجها او لا اكوردنج للريسك اللي عندي وانا محتاجه فيرذر اناليسيس ولا لا. الريسك مانجمنت بلان ان انا وان اوف ذا بروسيس اللي احنا شغالين فيها دلوقتي بيرفورم كواليتي كواليفاي ريسك اناليسز. ان انا عندي البلان وعندي الايدنتيفيكيشن ريسك وعندي مجموعه من الليست ببدا احط البريوريتي بتاعتهم وابدا ارتبهم. تعالوا نبص على الانبوتس والاوتبوتس والتكنيكس. الانبوت ريسك ريجستري عشان هيبقى عندي كل الليسته بتاعت الريسكس. ريسك مانجمنت بلان، بروجكت سكوب ستيتمنت، اورجانيزيشن بروسيس اسيتس. والاوتبوت بتاعتي ريسك ريجستري ابديت. انا بابديت في الريسك ريجستري ببدا احط الامباكت والبريوريتي وببدا اقسمهم الليست بتاعتي وبرتب الريسك بتاعي. ريسك بروبرتي اند امباكت اسسمنت، probability and impact matrix، risk data quality assessment، risk categorization، risk urgency assessment، expert judgment. دي كلها دي tools and techniques. تعالوا نبص على الانبوت. ريسك ريجستري فيها الليست اوف ذا ريسك اللي انا هدير معاها وهبدا ارتبهم. ريسك مانجمنت بلان، رول اند ريسبونسابيلتي فور كونداكتنج ريسك مانجمنت، بادجت اند سكيدجول اكتيفيتي فور ذا ريسك مانجمنت، ريسك كاتيجوري، بروبابيلتي اند امباكت ماتريكس، ستيك هولدر ريسك توليرنس. على حسب كل الحاجات دي بحدد مين اللي هبدا اكلمه في الريسك مانجمنت. البادجت عندي قد ايه والاكتيفيتي والسكيدجول عندي قد ايه، البافر او الريزيرف عندي قد ايه عشان اهندل الريسك. ببدا عندي الريسك كاتيجورايزيشنز او مجموعه الكاتيجورايزيشن بتاعه الريسك عندي، عندي البروبابيلتي والامباكت ماتريكس اللي انا عملتها قبل كده، عندي التولرنس بتاع الستيك هولدرز، كل الكلام دوت عشان احدد انهي ريسك هيبقى البريوريتي بتاعته عالي. عندي السكوب ستيتمنت بتاعي ليه؟ عشان كومن اور ريكيرنت بروجكت تنس تو هاف مور ويل اندرستود ذا ريسك. عندي هنا السكوب بتاع الشغل فبالتالي بيديني ديتيل اكتر عشان يفهمني الريسك بتاع البروجكت اللي ممكن اتعرض له. كومبلكس ستيت اوف ذا ارت اند ذا فيرست اوف اتس كايند اوف بروجكت تند تو هاف مور انسرتينتي. ساعات لو البروجكت دوت بيبقى معقد او هو اول بروجكت في البراند ده فبيبقى الريسك بتاعته عاليه لان مفيش حد اشتغل فيه قبل كده، فبالتالي انسرتينتي يعني عدم التاكد بتبقى عاليه وبالتالي ان الريسك ممكن يكون عالي.
organization process asset, historical information, status for the similar project by RASC specialist, RASC database available from industrial sources. كل الكلام دوت انا بشوف معلومات او lesson learned او حد تاني dealing with the RASC وابدأ اخد المعلومات دي والهيستوري دي معايا. Tools with techniques, risk probability and the impact assessment. Investigate the likelihood that each specified risk will occur. بشوف احتمالية ان كل risk من ده يبدأ يحدث. Investigate the potential effect on the project objective such as schedule, cost, quality, performance, threat or and the opportunity. ببدأ ابحث التأثيرات على الريسك ده على الأوبجكتيف بتاع البروجكت من ناحية الاسكاجول والكوست والكواليتي والبرفورمانس. Risk can be assessed in interview or meeting with participate. ان انا ببدأ احلل الريسك وزي ما احنا قلنا ان الريسك one of the item مهم جدا وانا بشتغل على الميتينجز. Risk well low rating of the probability and the impact will be included on watch list for further monitoring. نخلي بالنا الحاجة لو ريسك low priority مش معنى كده ان انا هنجلكته، لا، بحطه في لست اسمها watch list اتابعه، ممكن مرة واحدة probability بتاعته تعلى وبالتالي الامباكت بتاعته هتزيد، احتمالية حدوثه تعلى والامباكت بتاعته تزيد. ليه؟ في ظروف اتغيرت فبالتالي probability زادت، فدايما بنحطه في الwatch list. مفيش ما اقولش ان ده ريسك low priority فنجلكته، لا، كل الريسك بتحط بس ترتيب handling للريسك دي على حسب priority بتاعته. Probability and impact matrix. Specify combinations of probability and the impact that lead to rating the risk as low, moderated or high priority. أنا عندي combination ما بين الـ impact probability بتحدد لي ترتيب الريسك والبريوريتي بتاعته، هل low ولا high ولا moderated يعني زي medium. Organization can rate risk separately for each objective, cost, time, and scope, and can be determined an overall rating for each risk. يعني ممكن ان انا اعمل كذا probability matrix من حيث الكوست تأثيره ايه على الكوست، من حيث التايم تأثيره ايه على التايم، ومن حيث السكوب تأثيره ايه على السكوب. ممكن اعمل combination لل probability and impact matrix as a overall في لل project. The risk rating help guide risk response. الريتنج بتاعي أو ترتيب الريسك بيساعدني إن أنا أشوف الريسبونس بتاعي إيه في الريسك. Risk categorization, source of the risk, area of the project affected, WBS. Grouping the risk by common root cause can lead effectively risk response. ببدأ أقسم الريسك، ممكن أعملهم حسب السورس بتاع الريسك أو حسب الأريا اللي هتأفكت فيها الريسك دي أو حسب الروت كوز اللي مسبب لهذا الريسك. كل الحاجات دي بتساعدني ان انا اقدر اتعامل او ازيل مع الريسك ريسبونس. Risk data quality assessment, examining the degree for the which the risk is understood, examining the accuracy and quality, reliability and integrity of data regarding the risk. ببدا اسس الكواليتي بتاع الداتا او المعلومات اللي انا جمعتها عن الداتا، هل هي مفهومه كويس، هل هي accurate، هل هي الكواليتي بتاعها كويسه، هل فيها integrity، فيها تداخل والكواليتي بتاعتها كويسة عشان أبدأ أفهم الريسك ده وأبدأ على أساسه أعمل الريسبونس. Risk urgency assessment, risk requiring near term response, indicator of the priority can including time to affect a risk response, symptoms and warning sign and risk rating. ساعات بيبقى في حاجة urgency الريسك دي لازم تديل معاها بسرعة، near term response يعني لازم أرد عليها أو أكت بسرعة على الريسك ده، فدايما نخلي بالنا من الاعراض بتاعه الريسك، في مؤشرات للريسك ده، وطبعا الريتنج او البريوريتي بتاعه الريسك ده. كل الكلام ده ممكن احتاج ان انا اعمل ريسبونس بسرعه للريسك ده. الاكسبرت جادجمنت، اكيد لو ناس اكسبرت وسبيشاليست في الريسك هيساعدوني، او ناس ديلوا with the same project قبل كده هيساعدوني اكتر. Assess the probability and the impact of each risk to determine its location and in the probability and the impact matrix. بيشوفوا كل ريسك وبيشوفوا هيتحط فين في الامباكت ماتريكس بتاعتي. Expert for the similar project interview of or risk facilitating workshops. بعمل مقابلات او بعمل workshops ورش عمل عشان نشوف الريسك اللي عندي. ما عنديش الا اوبوت واحد، risk registry updates. Risks group by categories, common root cause, project area. ببدأ أقسم الريسك على حسب الكاتيجوري. Relative ranking or priority list of the project, high, moderated, low risk, schedule, cost, performance.
code of the risk or the project area requiring particular attention، اسباب الريسك او الحتت اللي حتت في البروجكت محتاجه ان انا اخلي بالي منها اكتر، list of risk requiring response in the near term، في شويه ريسك زي ما احنا اتفقنا urgent لازم الريسبونس بتاعها يبقى سريع، وفي حاجات ممكن نهندلها later، list of the risk for additional analysis and response، بحط في شويه معلومات او شويه ريسك محتاجين يخشوا في البروسيس بتاعه الكوانتيفاي ريسك اناليسز. زي ما احنا قلنا البروسيس الرابعه شرط، مش شرط لكل الريسك تتعمل، في ريسك تتعمل لها وفي ريسك لا، خلاص هي البيانات بتاعتها معروفه والكواليتيفاي بتاعتها كويسه، يعني مش محتاجه مور ديتيل او اسسمنت. واتش ليست فور ذا لو بريوريتي ريسك، بحط لستة بالحاجات اللو بريوريتي ريسك، بس مش معناها ان انا اجنجلكتها، زي ما احنا اتفقنا ان انا هكونتينيو مونيتورينج الريسك ده. Trend in qualified risk analysis. Particular risk may be become apparent. نخلي بالي ان انا كل شوية اتابع qualified risk اللي انا حطيتها، وممكن ان في شوية risks ممكن تظهر تاني زيادة. احنا بكده يبقى خلصنا البروسيس الثالثة الـ qualify risk assessment risk analysis. ان شاء الله السيشن الجاية هنكمل البروسيس نمرة 4 اللي هي الـ perform quality risk assessment. بحب افكركم لو انتم محتاجين اي اسئلة او اي استفسارات عندكم عند الشات اون الفايبر الواتساب، عندكم الويب سايت بتاعنا والماتيريالز نفسها هتلاقوها على الويب سايت كمان بإضافة للفيديوهات، واتمنى ان انا اشوف منكم مشاركتكم واسئلتكم في القريب العاجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.